هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بادئ ذي بدء أطلب منكم طلبا وهو الوقوف دقيقة واحدة حدادا على أرواح شهداء الثورات الإسلامية وقراءة سورة الفاتحة، ووقفة الحداد وقراءة الفاتحة. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. وأعتقد أن الشهداء يستحقون منا على الأقل أن نتذكرهم، خصوصا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة أوطانهم وتحرير أمتهم، خصوصا من الاحتلال والاستبداد، وهما ظاهرتان طالما جثمتا على صدورنا جميعا وساهمتا في تأجيل نهضة هذه الأمة. أما الحديث عن البحرين أيها الإخوة والأخوات فهو حديث ذو شجون، فهناك سمات ميزت ثورة البحرين عن سائر الثورات العربية التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن لها في الأرض وينصرها. الاحتلال، ثورة البحرين تعيش تحت الاحتلال الآن، هذه الثورات الأخرى ليس لا تواجه احتلالا خارجيا. ثورة البحرين هدمت فيها المساجد عمدا، ثورة البحرين اعتقل فيها العلماء، وما يزال علماؤنا الأجلاء يتعرضون لأبشع أنواع وأشكال التعذيب، بما في ذلك تعريتهم جميعا وإبقاؤهم في غرفة واحدة عراة. وهذا الكلام ليس إنشائيا، بل هو المعلومات التي عرفناها منهم مباشرة وسجلوها في إفادتهم. ثورة البحرين، نجل الحاكم يعذب العلماء، نجل الحاكم يعذب بيديه العلماء، وهذا ما جاء في إفادة العالم الجليل الشيخ ميرز المحروس والعالم الجليل الشيخ محمد حبيب المقداد، كلاهما تحدثا عن تعرضهما للتعذيب على أيدي حاكم البحرين. هذا لم يحدث في أي من الدول الأخرى. المحاكم العسكرية ميزت ثورة البحرين. في مصر كانت المحاكم العسكرية قائمة قبل الثورة، طبعا الآن أعيد العمل بها مؤخرا، ولكن ثورة البحرين بدأت فيها المحاكم العسكرية قبل أن تبدأ في أي دولة أخرى. ثورة تريد إسقاط نظام أو إحداث تغيير في نظام، بدلا من إحداث هذا التغيير يتم تحويل المعتقلين والمعتقلات إلى المحاكم العسكرية. التعذيب يمارس الآن
لا أعتقد أن الثورات الأخرى تشهد تعذيبا. نعم كل البلاد العربية فيها تعذيب، ولكن ما إن تحدث الثورة حتى يبادر الحكام على الأقل للتخلي عن سياسة التعذيب خوفا من انتشار الغضب. طبعا في البحرين هناك القاعدة الأمريكية وهي ميزة، حالة سلبية ضد الثورة لأن هناك قوات أمريكية وأسطولا خامسا يتربع على أرض البحرين ويساهم بشكل أو آخر في قمع الثوار. في البحرين سجان الأطباء لأنهم عالجوا الجرحى، لم يحدث هذا في أي بلد آخر. في البحرين اعتقل الرياضيون لأنهم شاركوا في مسيرات سلمية. في البحرين اعتقل المعلمون، وأكثر من 300 معلم اعتقل لأنه شارك في مسيرات سلمية. في البحرين أيضا أكثر من 2600 موظف أقيلوا من وظائفهم لأنهم شاركوا في المسيرات. هذه جميعا خصائص أنا متأكد من أن بعضا منها ربما مورس في بعض الثورات الأخرى أو في بعض البلدان التي تشهد هذه الثورات، ولكن أعتقد أن البحرين تميزت كثيرا. وأيضا تميزت ثورة البحرين بأنها اعتبرت ليست ثورة، يعني أنها من بين الثورات العربية قيل أنها ليست ثورة، إنها مشكلة طائفية. وثورة البحرين أيضا لا تحظى بالتغطية الإعلامية كما تحظى الثورات الأخرى. ثورة البحرين هي الثورة التي لم تتوقف فيها الاحتجاجات يوما منذ أن انطلقت حتى هذه اللحظة، لم تتوقف فيها الاحتجاجات، المسيرات، التظاهرات يوما منذ أن انطلقت الثورة. أنا لا أظن أن بقية الثورات فيها هذا الحراك اليومي المتواصل. إذا نحن أمام ثورة بمعنى الكلمة، كاملة بمعنى الكلمة. عندنا مشاكل، الثورة في البحرين طائفية، هذا هكذا قيل، مع أنه حتى هذه اللحظة لم تسجل حالة واحدة أن اعتدى فيها شيعي على سني أو تعرض فيها سني إلى شيعي. لم يحدث أبدا ولا مرة واحدة خلال 20 أو 30 عاما الماضية أن تعرض سني بالاعتداء على شيعي أو تعرض شيعي على سني، مع ذلك فهي ثورة طائفية. أما في مصر حيث اعتدى فيها عملاء الثورة المضادة على أضرحة أولياء الصوفيين والشيعة فليست طائفية، مع أن هناك اعتداءات طائفية. في البحرين لم تسجل حالة واحدة، مع ذلك تتهم بالطائفية. أين العدالة أيها الإخوة؟ أين الضمير؟ وأين الإسلام؟ وأين الدين؟ وأين التدين؟ وأين الأخلاق؟ وأين القيم؟ أين الإنسانية؟ كيف نتصرف مع شعب مقهور بهذه اللغة وبهذه الصلافة؟ من أنا أريد أن أرى شخصا واحدا لديه ضمير يستطيع أن يقف هنا ويتحداني ويقول كلمة غير ما قلت، يتحداني ويقول أن هناك أزمة طائفية. في البحرين ليست هناك أزمة طائفية، هناك نظام يريد أن يحسب نفسه أن يستدرج السنة إلى حرب طائفية، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينجح في ذلك. عندنا مشاكل صراع المفهوم والممارسة، هذه ظاهرة عندنا في الحالة الإسلامية، نصرح بشيء ونمارس شيئا آخر. أمريكا عدوة الثورات، أمريكا لا تريد أي ثورة في العالم العربي، وعرفنا أنها وقفت ضد كل الثورات وضد أي تغيير منذ عقود، وهي وقفت ضد هذه الثورات ودعمت الاستبداد، دعمت الاستبداد والمستبدين طوال هذه العقود. مع ذلك فاليوم الدخول إلى عالم الديمقراطية يجب أن يأتي من الباب الأمريكي، الدخول إلى عالم الإصلاح لإصلاح هذه الأنظمة. إذا من يطالب بالإصلاح أو من يريد التغيير يجب عليه أن يلج من البوابة الأمريكية، وما أكثر الذين انخرطوا في هذه الطريق إلى الديمقراطية من خلال البوابة الأمريكية. وقفنا ضد أمريكا عندما غزت العراق،
لكننا اعتبرنا التدخل الأمريكي ضرورة لإنقاذ شعب ليبيا. هل يمكن أن تنقذ أمريكا شعبا؟ أينما حلت أمريكا حل الفساد، والفساد الديني والفساد الخلقي والفساد المفاهيمي. فلذلك الثورة الوحيدة التي ظفرت حتى الآن وسلمت بشكل كامل هي ثورة إيران الإسلامية. هذه الثورة التي صنع قائدها الإمام العظيم تاريخا لهذه الأمة، ولطالما تمنينا أن تسير الثورات على خطى هذه الثورة باستقلالها عن الأجنبي. التدخل الأجنبي أيها الإخوة في أي مكان يفسد الأمور. أي تدخل عسكري أمريكي أو غربي في أي بلد فهو فساد وإفساد لهذه الثورة. لأن وقتي قد انتهى، أقول أن في البحرين ثورة، وأن هناك شعبا مظلوما، وأن هناك صرخات تنطلق من أفئدة الأمهات ومن قلوب الثاكلات إليكم جميعا أن تقفوا موقفا واحدا، وأن تقفوا موقفا مشرفا وموضوعيا ومتعقلا، وتقفوا مع المظلومين أينما كانوا. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر. فإذا لم ننصر إخوتنا فمن ينصرهم؟ يجب أن لا نضطر إخوتنا في أي مكان في البحرين وفي غيرها لأن يستغيث بالأجنبي، لأن الأجنبي إذا تدخل تورطت البلاد والعباد. أقول لكم أيها الإخوة أن إخوتكم في البحرين يشاركون جميع الثورات، وقد وقفوا مع جميع الثورات من مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى اليمن وإلى فلسطين، وقدموا الشهداء على أرض فلسطين من أجل فلسطين. وقبل بضعة شهور ذهبت قافلة، شارك الإخوة البحرانيون في قافلة إلى غزة لأنهم يشعرون بوحدة الأمة ووحدة مشاكلها وهمومها. أقول أن لإخوة البحرين علينا جميعا حقا، فأرجو وأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للوقوف مع المستضعفين والمظلومين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. هو الحق مهما طغى باطل، له النصر يوم النزال الأخير، ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور.